خلو أوريكم شنو نزل في البوتيك اليوم. هذا بنات بوكس بوتيكات، غيروا شوية، خلوه أثقل وسووا له مثل البادينج من داخل بالسفنج أو الفلين هذا، وأطرافه كلها علشان حتى خلال وقت الشحن إذا تحركت كذي الأغراض ما تتأثر. نزلت لكم بنات هذه بودرة شيسيدو اللي وريتكم إياها بتيتوريال العيد، وايد حلوة. هي ما لها لون، يعني فيها لون بيج، لكن لما تحطونها على البشرة، أنا وريتكم إياها استخدمتها بتيتوريال العيد، أوكي، لما تحطونها على البشرة ما تسبب، يعني ما تغير لون الفاونديشن، وايد مخملية وايد. وياي معاها أنا نزلت لكم إياها بعرض، أوكي، فهي البودرة سعرها الأساسي 28، البوكس هذا كله سعره 28، فهي طالعة وياها مثل الهدايا الصغيرة. خلا بطلة وريكم ماسكرة وحمرة وسيرم وكريم، خلا بطلهم. وهالجنطة بعد شوفوها يلمع. خلا وريكم بنات الأغراض، هذا أول شيء سيرم حق البشرة، شوفوا هذا تقريبا يقعد وياكم خنقول أسبوعين 3 أسابيع حسب الاستخدام. وبعدين عندكم هذا كريم مرطب، شوفوا خلا بطلة تشوفونه من داخل، نفس الشيء قعد وياكم أسبوعين تقريبا، هو حسب الاستخدام، يعني انتي كم مرة ترطبين وجهك باليوم. بنات منتجات شيسيدو لأنها يابانية، يعني شيء شغلة متكتك يعني. عقب عندكم هذا الروج أو الحمرة، الحجم الصغير، لونها وايد ممتاز، مختارين لون صراحة احنا نحبه اللي هو اللحمي. خلا بطلها وريكم إياها، شوفوها كذي من داخل، طبعا التصوير طالع لونها مو بس مثل الصج، شوفوها بالصج اللحمي الحلو، يعني في لون مو نود نود، لا لحمي كذي، اوكي. هو مشكلة لان انا حاطة الخلفية سوداء فقاعد تعطي الالوان شيء ثاني، يعني شوفوها حمرة كريمية مو مات، حلوة حق استخدام يومي. واخر شيء ماسكرتهم هذه مالت التكثيف. بنات اللي حلو في العرض اللي عجبني فيه ان البودرة بروحها بنفس السعر اللي حاطين اياها هالمنتجات، حلوين اذا تاخذونهم مثلا الكريم اللي بروحه مثلا سعره شوي يكون غالي، فساعات انت تقولين حرام اشتري وانا اوريدي مو مجربته، فهذا تاخذينه تجربينه تشوفينه طاح على بشرتك ما طاح، عجبك ما عجبك، لانه هو جاي اوريدي مثل يعتبر هديه مع البودره، والبودره انا ضامنت لكم اياها، والجنطه هم فوق البيعه.